السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مشروع التوسعة نتاع ميناء سكيكدا، ميناء الغازي والبترولي نتاع سكيكدا، وهذا بعد ما تم تطوير ميناء أرزيو ليصبح ميناء غازيا عالميا، حيث أنه سوف يساعد في تطوير طاقات تاع الوطن في تصدير الغاز والبترول، إذن عبر القنوات الدولية، وكذلك عبر البواخر تاع تحميل الغاز. إذن تم اليوم زيارة ميناء سكيكدا من طرف المدير العام لشركة سوناتراك توفيق حكار، حيث أنه تفقد مشروع توسعة ميناء سكيكدا ليصبح أول ميناء غازي في الجزائر، وواحد من أكبر الموانئ الغازية في البحر الأبيض المتوسط، إذن في الجهة الجنوبية تاع الكرة الأرضية، حيث أنه فيه إمدادات كبيرة سوف تصل إلى ميناء سكيكدا من الغاز والبترول لتطوير الكفاءات نتاع التصدير نتاع الغاز، خاصة على ضوء الأزمة الغازية اللي راهي تعصف بأوروبا، يعني في العالم بأسره وفي أوروبا خاصة، حيث أن من بين ما زار المدير تاع سوناتراك فيه بعض الأجزاء نتاع المشروع هذا تاع توسعة ميناء سكيكدا، ومنها إضافة خزان لتخزين يعني الغاز الطبيعي بسعة 220 ألف متر مكعب، راه قيد الإنشاء هذا الخزان، وكذلك فيه خزانات أخرى لتخزين البترول بسعة 50 ألف و 250 ألف طن من البترول. إذن فيه ثلاث خزانات بسعة كبيرة جدا راهي قيد الإنشاء بميناء سكيكدا، إضافة إلى المنصات نتاع التحميل والتشحين اللي راهم قيد الإنشاء على مستوى الساحل، اللي في الحقيقة على حسب ما قال الوزير أنها راهي في نسبة 80% من نسبة التقدم تاع الأشغال. فيه كذلك مشروع نتاع إنجاز خزان نتاع الماء، وهذا الخزان نتاع الماء يدخل في إطار تدعيم القدرات نتاع الطوارئ تاع يعني التدخل ضد الحرائق في المنطقة الصناعية تاع سكيكدا، وهذا الخزان يعني السعة ديالو هي 25 ألف متر مكعب من المياه زائدة لضرورة يعني في حالة الكوارث تاع الحرائق وما إلى ذلك. إذن هذه هي المشروع هذا، وإن شاء الله الأشغال تكتمل والقدرات نتاع الوطن في تطوير يعني تطوير القدرات الغازية للجزائر تكون تمشي في تطور ملموس، لأنه علاه؟ لأن الغاز يعتبر هي طاقة تاع المستقبل، مهما قيل عن الكميات وكذا، لكن الغاز لأنه خاصة وأن في الجزائر عندنا احتياطات غازية ثالثة عالميا في قضية الغاز الصخري، وهذا الغاز الصخري هو فيه تقنية مختلفة، تقنية الاستخراج نتاعو تختلف، ولا بد أن نطور البنى التحتية من ناحية يعني شبكة نقل الغاز، وكذلك الطرقات والسكك الحديدية والموانئ لتكون الجزائر قوة إقليمية في ميدان الغاز، ويحسب لها ألف حساب، ولتكون لنا القدرة على اتخاذ قراراتنا في كل حرية
نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.